السلام عليكم. الباشمهندس عمر موجود؟ عمر، عمر، ازيك يا جابر؟ عن اذنك يا خال. ازيك يا جابر؟ اتفضل. الله يخليك، مش هقدر. خير يا جابر؟ الحق مدام نهى. عمر، شفت يا عمر اللي كنت عامله حسابه حصل؟ والله كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس. معلش معلش، المؤمن دايما مصاب. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه. ودول متذنبين ولا ما عملوش الواجب ولا ايه؟ اصلك ما عرفتش اللي حصل. اموت واعرف ايه اللي حصل. اتسرقت يا عمر، اتسرقت، وحلفت محدش هيمشي من هنا الا لما اعرف مين اللي سرقني. اطمني، ما دام اتسرقتي هنا يبقى اكيد هنعرف مين اللي عملها. ما انا بعت لك عشان كده. الشرايط اللي متسجل عليها كل حاجه موجوده، بس انا مش عارفه اشغلها. هتجنن يا عمر، هتجنن. يا ستي الف بعد الشر عليك، الشرايط والمونيتور جوه في مكانهم؟ كل حاجه في مكانها، ما حدش حرك حاجه. اه، عشان البصمات. خلاص الدنيا ما عادش فيها امان. اتفضلي اتفضلي. لا والله. ايه اللي حصل؟ اللي سرق وقف الكاميرات وعمل عملته، وبعد كده رجع كل حاجه زي ما كانت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. لا حول ولا قوه الا بالله. قولي لي بس، هو اللي اتسرق كتير؟ 150 الف جنيه وسلسله وخاتم الماس وموبايل لسه في علبته. يا نهار اسود. معاك حق، ده اسود ومنال ب 60 نيله كمان. والله والله ما عارف انطقها واقول لك معلش وجت سليمه وفداكي. هو الموبايل نوعه ايه؟ ده انا كنت لسه هسدد كارد البنك. اعمل ايه بس دلوقتي؟ اعمل ايه؟ معلش معلش، ايه دي؟ كل حاجه تعوض، كل حاجه تعوض. والسلسله اخر حاجه فضلالي من ريحه امي، الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمنا. اهدي اهدي، كل حاجه تعوض ان شاء الله. انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا لا، مش هيغمى عليك انت، الحلو. لا 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 والله، انا مش قادرة. الله الله الله، لا لا لا، مش ايه ده؟ قادرة خالص. لا لا، انت لازم تمسكي نفسك. مع 150 الف جنيه هنعمل كده؟ زي الفل. ما تسيبنيش يا عمر. مش هسيبك، ده انت مش هتسيبيني. بس عمر يا عمر. خير يا اما؟ في ايه؟ مدرسه علي عايزينك على التليفون يا دناي. مدرسه علي دلوقتي؟ الساعه كام؟ 8:30. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. الو، ايوه انا عمر والد علي. خير؟ المدير عايزاني دلوقتي؟ طيب انا هاجي حالا. ابن حضرتك ضرب زميله في الكلاس، ولولا ستر ربنا كانت عينه هتروح. علي ده بلسم. يعني انا بكذب؟ مش القصد، مش القصد حضرتك. ممكن تديني دقيقة بس أفهم الموضوع إيه؟ اتفضل. بس أعمل حسابك، لو ابنك ما اعتذرش لزميله في الكلاس أنا مضطرة أبلغ ولي أمره. وكمان لازم حضرتك تعرف إيه سبب سلوكه العدواني اللي عمله مع زميله ده. عايزين بقى نخد الواد كل شوية السلوك الإيه؟ العدواني. حاضر، ممكن دقيقة بعد إذنك؟ اتفضل. تعال. ممكن أعرف بقى أنت عشان يقفل الواد ليه؟ مش أنت اللي قلت لي أعمل كده؟ بتسلمني تسليم اهالي؟ وطي صوتك وقول لي مال انا ومال الموضوع العدواني ده. مش انت اللي قلت لي لو حد ضربك من زمايلك اضربه؟ ما هو ضربك الواد؟ زقني يا عمر. وانت عملت ايه؟ اديت له بالبوكس في وشه. يعني الراجل يزقك تديله البوكس في وشه؟ بالبوكس؟ البوكس كان جامد؟ جامد قوي يا عمر. وانت ضربته عشان ما تزعلش ابوك؟ حبيبي يا علي، اخر مره اعرف انك مديت ايدك على حد، انت فاهم ولا لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت هنا؟ انتوا مين؟ انا ولي امر الطالب علي عمر صلاح الدين. الله، امال حضرتك تبقى مين؟ انا عمر صلاح الدين طه. يعني ايه؟ يعني مين فيكم ولي امر الطفل؟ انا والدته، والاستاذ عثمان جوزي، والولد عايش معانا. لكن انا ولي امر، وهفضل طول ما انا عايش ولي امره. بأمره ايه؟ بتشوفه ولا بتسال عليه؟ بتصرف عليه حتى؟ والله ادهوني وانا اطلع لقمه من بقي واديها له. انت ناسي ان انت واخداه بحكم محكمه؟ وانت كمان كنت عايزني اسيبه لك عشان عمته وجدته يربوه على كرهي؟ يا جماعه من فضلكم، المشاكل دي اكيد مكانها مش هنا. الولد واقع في مشكله كبيره، انا عايزه ولي امر واحد بس اعرف اتكلم معاه علشان نحاول نحل مشكله علي. حضرتك عندك حق، ومدام حياه كمان. انا مشغول طول الوقت بحكم ظروف شغلي. تقدري تعتمدي على الاستاذ عثمان.
البوكس كان جامد ولا كان جامد قوي يعني؟ يا مدام الكلام اللي اتقال ده ما كانش ينفع يتقال قدام الولد، وكمان ما كانش ينفع تكلموه هو، انا ولية امر الولد مش هو. خلاص يا حياه اتفضل. القهوه يا عمر، ولو اني شايفه انه ملهاش لازمه، كفايه سهرك لحد دلوقتي. تسلم ايدك يا طه. تسلم يا حبيبي من اي هم. مالك؟ مال يا فضل؟ لا انت اللي تقولي. طمني عليك يا عمر، عينيك مليانه هم يكفي الحته بحالها. حطيت النهارده في حته ليله يا فاطمه، الممكن عندي قهوة منها 100 مرة. ألف بعد الشر عليك يا عمر. مين ده اللي يخليك تتمنى الموت وأنت لسه في عز شبابك؟ علي يا فاطمة، عينين الواد وهي متعلقة بيا لما مديرة المدرسة سألتني مين فيكم ولي أمره؟ أنا ولا جوز أمه عثمان؟ الواد لقاني بجاوب وبقول جوز أمه. عينيه معلقة في راسي مش عايزة تسيبها. يا حبيبي، طب وأنت إيه اللي يخليك تعمل كده؟ حطيت نفسي مكان علي. لو قدامي اتنين، واحد زي جوز امه بفلوسه ومركزه، واحد زي ارزقي وعلى قد حاله، وقالوا لي تختار مين ولا يا عمر، اختار مين يا فاطمه؟ هتختار اللي انت من صلبه، حتى لو كان شيال ولا زبال. جرى يا عمر، هو حد فينا بيختار رزقه؟ ده كله من عنده هو. ونعم بالله، انا لو عليا ما يهمنيش، بس انا اخترت اللي شرف الوقت. اوعى تقول كده تاني، انت تشرف بلد يا عمر. ادعي لي يا فاطمه، ادعي لي ان ده يحصل واشرف البلد بجد، عشان اكبر في نظر الولد. ما ادعي لك يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيكرمك. وبعدين ما احنا اهو، ابونا الله يرحمه كان ايه، ومع ذلك راسنا مرفوعه وبنقول احنا ولاد صلاح الدين طه. معاك حق، هو صحيح ابونا الله يرحمه كان ايه،